أهلا بكم في استعراض حدث هذا الأسبوع في أكاديمية تعليم وتداول المستثمرين. يحاول طاقمنا من المحللين والموظفين كل أسبوع مساعدتكم على فهم الحدث الرئيسي المقرر في السوق خلال الأسبوع المقبل. لقد كان تاريخ الفصل بين شركتي إيباي وباي بال هادئا، وكان يوم الجمعة 16 يوليو رسميا يوم ختام أعمال تقسيم الشركتين. اعتبارا من جلسة التداول الصباحية يوم 22 يوليو، سوف يتم تداول أسهم إيباي وباي بال في أطر منفصلة. عشية انفصالهما التاريخي، أعلنت شركتي إيباي وباي بال عن الأرباح بوصفهما شركة متحدة للمرة الأخيرة. قبل أن تفتح الأسواق يوم الخميس، أعلنت الشركتين سويا تحت اسم إيباي عن نتائج الربع الثاني الذي فاق تقديرات الأرباح وأدى إلى ارتفاع الأسهم بأكثر من 3% في التعاملات قبل طرحها في الأسواق. تمثل أرباح باي بال 2.26 مليار دولار من إيرادات إيباي، أي أكثر من 2.12 مليار التي ساهم بها رجال الأعمال في السوق الأساسية. لقد بلغت مدفوعات الشركة 66 مليار دولار خلال الربع الثاني بزيادة بنسبة 28% على أساس التبادل الأجنبي المحايد. هناك الآن 169 مليون حساب نشط بزيادة 11% مقارنة من نفس الفترة لمدة 3 أشهر العام الماضي. وإذا تجاهلنا آثار الصرف الأجنبي، فإن المبلغ الإجمالي للسلع التي تباع في سوق إيباي نما بنسبة 6% إلى 20 مليار دولار. هناك 157 مليون مشتري نشط في السوق، وهو ما يمثل نموا بنسبة 6% عن الربع الثاني من العام الماضي. بعد أن أمضى جزءا كبيرا من هذا العام في الشرح لماذا من الأفضل عدم فصل الشركتين معا، إلى أن مجلس إدارة إيباي والرئيس التنفيذي للشركة غيروا رأيهم في وقت متأخر من عام 2014، وأعلنوا عن خطة التي سيتم بموجبها تقسيم بايبال وإيباي إلى شركات منفصلة بحلول منتصف هذا العام. وسوف يتنحى الرئيس التنفيذي لشركة إيباي جون دونهو عن منصبه الآن بعد أن تم الفصل. ومن المقرر أن تبدأ شركة بايبال التداول على حدة في بورصة ناسداك يوم 20 يوليو، حيث ستشكل شركة جديدة التي يقول بعض المحللين أن قيمتها ستبلغ نحو 40 مليار دولار. ستبقى شركة بايبال مزود خدمة الدفع الرئيسي لإيباي، ولا يتوقع العملاء أن يتغير أي شيء. ومن المتوقع أن تنخفض قيمة شركة إيباي السوقية من أكثر من 75 مليار دولار إلى حوالي 30 مليار دولار، وهو ما يعني أن قيمة بايبال ستكون أعلى على الفور من قيمة شركتها الأم.